احنا يا احبائي كل واحد فينا دعي الى الوجود بحسب قصد ومشيئه الهيه. يعني معظمنا ما شعرش بمعنى وسبب وقيمه مميزه لوجوده. فيش معنى للحياه، وتنزل الشارع تلاقي منك مئات، يعني اذا كنت انت بني ادم انسان مئات البشر اللي ملاش اول ولا اخر يزحمون بعضهم بعض، ملايين الشوارع. في الاخر كل واحد يقول لنفسه ايه يعني، ايه اللي بيميز حياتي يعني، ايه معنى ولحة؟ بالعكس البعض مش بيقولك ايه اللي بيميز حياتي، بيقول لي جابني للدنيا دي، يا ريتني ما كنت ما جيت. بس الكتاب بيقول اننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أنا في خطة عظيمة لحياتك بس أنت لم تدركها، ما عرفتهاش. إن في قصد مجيد لحياتك بس أنت ما تحطتش على السير بتاع القصد. إن في محبة وعناية عظيمة من الله بس انت ما تغطيتش. يعني عايز تقولي ان انا اللي غلطان، انا السبب في انه الحال بتاعي بهذا الشكل من غير زعل من غير ايه؟ ايوه عايز اقول كده. الحقيقة احبائي ان الله قدوس، الحقيقة ان الله محب، الحقيقة ان الله قادر على كل شيء، الحقيقة ان الله صانع معجزات، حيا أن الله يستطيع أن يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، حيا أن كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس حق، وكل القصص دي حصلت وتكررت في حياة الناس. بس لمين؟ للذين يطيعونه. أنا كأب بني آدم فيها ضعفات مانيش كامل، ومع هذا رغم ان انا انسان مش كامل انا ما طقش ان ولادي يطيعوني بنسبه 50%، ما اقبلهاش، ولا بنسبه 90%، احس برضو انها مش طاعه. ليه؟ ما هو الطاعه تبقى طاعه وما تبقاش، ما هو ده كسرتها بقيت طاعه الا حته ما بقتش طاعه. فاذا كنت انا اللي فيها نقائص ما اقبلهاش، اسال روحك كده تقبلها؟ الملك القدوس يبقى احساسه بايه؟ بالطاعة، يا طاعة يا مش طاعة. قد انت ما تطيع الرب قد ما تغلى في عينه، انت بتغلى، يعني زي ما انت بتكرمه لازم يكرمك. حي انا يقول الرب اني اكرم الذين يكرمون. ما انت اكرمت مين؟ اكرمت ذاتك، اكرمت كرامتك، اكرمت مصلحتك، اكرمت الخطيه، خليها تكرمك. المؤسف بقى ان الخطيه ما بتكرمش، لان عار الشعوب الخطيه ما تعرفش تكرم، ما عندهاش كرامه، ان هي عار لوحدها، اصل هو، اصل هي، اصل الظروف. النتيجه في الاخر ان انت اكرمت مين؟ رب ولا الخطيه؟ طب مستني اكرام على اساس ايه؟ بتخدع نفسك ليه؟ يبقى ليه هيجي الاكرام ويجي منين؟ ما انا تبت، تبت يعني ما عدتش تاني تحتقر كلام، تبت يعني تعيش الزمان الباقي تكرمه. قم تحصل ايه بقى؟ قم ترى جود الرب، قم تقف تقول زي ما تشهد كده وتقول الله ملأ حياتي بالمعجزات، الله وراني أعاجيب لا أول لها ولا آخر. كل العديم دول كبير وصغير، قديم وجديد، بقاله 50 سنة ولسه جاي امبارح للمسيح، كل هؤلاء يستطيع أن يتحولوا إلى رجال معجزات ونساء آيات وقوات. كلهم يستطيعوا أنهم يشوفوا قوة الله ونعمته وبركته. والعينة بينت، والنماذج ملهاش أول ولا آخر، وقبل النماذج كلمة الله حقيقة وصادق. ولكن طاعة يعني
طاعة كاملة. كن أمينا إلى الموت بساقيك إقليل الحياة. خد عهد نفس أن تكرمه، أن تطير، أن تخضع له، أن تصنع مشيئته، أن تنتظره بسكوت، أن تضع رجاءك فيه، وأن يظل قلبك كل حين خاضع وطائع لصوت الروح القدس.